مستهل قراءتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية من ألمانيا، حيث اهتمت يومية دي فيلت بإعلان شركة يونيبر للطاقة عن اتفاقها مع حكومة بلادها على خطة لإنقاذها من التعثر بحزمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 15 مليار يورو، علما أن الشركة تعد أكبر مستورد للغاز في ألمانيا لا سيما من روسيا. وفي بلجيكا أشارت صحيفة لوسواغ إلى أن اللجنة الوطنية لتنظيم الكهرباء والغاز أكدت أن التعريفات الاجتماعية للكهرباء والغاز الطبيعي ستزيد اعتبارا من فاتح أكتوبر المقبل، حيث ستزيد الرسوم بمعدل 7.8% بالنسبة للكهرباء وبـ 9.9% بالنسبة للغاز الطبيعي. وفي بريطانيا كتبت صحيفة دي اندبندنت أن الملك تشارلز الثالث وعقيلته توجها إلى قصر بالمورال بسكوتلندا ليلزما حدادا عائليا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، والتي تم تشييعها في جنازة تاريخية عرفت حضور مئات المدعوين من مختلف أرجاء المعمور. صحيفة لوموند الفرنسية اهتمت بمقتل 3 أشخاص خلال تظاهرات في إقليم كردستان إيران احتجاجا على مقتل شابة خلال وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق، مشيرة إلى أن حالة من الغضب الشعبي سادت منذ ورود أنباء عن وفاة الشابة البالغة 22 عاما من العمر.